من بلدة الهيشة في وادي خالد استهل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل زيارته الثانية لعكار في خلال 4 أشهر، حيث أقيم له استقبال في قصر موسى بحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف وفعاليات المنطقة. ومن الهيشة شدد باسيل على ضرورة معالجة مسألة مكتومي القيد. لما كنا عم نطالب بتسجيل الولادات للنازحين السوريين وما سمعوا منا بالدولة لا امبارحة لا بلشوا بعملية التسجيل، لأنه كنا عم نقول لهم إنه هودي ناس بشر مثلنا مثلهم، فدعينا لمعالجة هالموضوع. ومن بلدة منيارة أعلن أن ثمة أطرافا سياسية منزعجة من الإصلاحات في قانون الانتخاب. شوفوا ناس مزعوجين لأنه كانوا مستفيدين من غياب الشراكة وعملين احتكار باسم ناس تانيين، لما رجعت الشراكة ورجع التمثيل على طريق الصحيح رجعوا حسوا حالهم في شيء عم ينقص منهم، ومشان هيك بتشوفوا انه على طول في انزعاج من تطبيق الاصلاحات الانتخابية، لأنه بتعطي الحقوق للناس انها تكون متساوية بين اللي قاعد بعكار واللي قاعد ببيروت. وتابع باسيل جولته العكارية فحذر من فنايدق من التدخلات الخارجية في الانتخابات النيابية. بعرف كتير منيح انه بلشت التحركات الخارجية للتدخل بانتخاباتنا النيابية. هيدي الايام يلي كان فيها سفرة بيتدخلوا بعينوا نواب بيشيلوا بيحطوا بالباروع اللبناني خلصت. هلا اللبنانيين بنقوا نوابه مش السفراء. وانا بدي نبه من اول الطريق كل العاملين بالمجال الدبلوماسي انه يلزموا حدودهم ويعرفوا الاصول الدبلوماسيه والاتفاقات الدوليه شو بتقتضي، وتدخل السفراء بالحياه السياسيه الداخليه وبالحياه الوطنيه ممنوع. وحمل طفل عكاري باسيل رسالة هي بمثابة طلب.